لا، وكمان الصيادين بتوعنا بيروحوا يصطادوا بعيد عند الصومال وغيره، ويتعرضوا لمشاكل ويتم القبض عليهم في شواطئ الغير. السؤال ده جوهري. ليه جوهري؟ يا سادة لأنه بيتعلق بمصيرنا ودخلنا ومشاكلنا الاقتصادية. يا سادة الخبراء لازم يفهموا كويس أوي إن إحنا مش لازم نستورد السمك من بره طالما عندنا كل المصادر المائية دي، ونطلع نشتكي من نقص السمك، ولا على الأقل يبقى عندنا اكتفاء ذاتي، وإحنا اللي نصدر يبقى عندنا عائد قومي ضخم. في ناس بتقول إننا ما عندناش أساطيل كفاية، وناس بتتكلم عن إن المستوردين وناس ليها مصالح في الاستمرار الوضع ده، لكن بصراحة كل الإجابات دي مش داخلة دماغي. وبالفعل في لغز إننا طول السنوات دي مش عارفين ننجح يكون عندنا إنتاج سمكي يكفينا ويفيد. من المؤكد إننا لو نجحنا وإحنا بنتكلم عن المستقبل والتخطيط، لازم نفكر والحكومة تفكر في السبيل اللي ممكن ننهي بيه الوضع ده، بحيث نكون دولة عندها القدرة لأنها بتطل على كل المصادر المائية دي، ويبقى عندنا اكتفاء ذاتي، وبعدها نعمل بقى صناعات للأسماك. يا ترى فعلا ممكن يبقى عندنا في يوم من الأيام اكتفاء ذاتي من السمك بدل ما احنا بنستورده؟ والله الأيام هتثبت إذا كنا جادين ولا مش جادين. كان معاكم عمرو الليثي وكلمة ونص. وبكرة كلمة ونص، كتبها أكرم القصاص، أخرجها تامر حسني.